الرحمن الرحيم لغة فرنسية في الفقرة إن شاء الله سنستمر مع غيوسير مافي ومع ميشيل لونغور بالأحرى الكاتبة والصحفية على هذا الموقع. طبعا رأينا فيما سبق المقدمة التي أوردتها هذه الكاتبة حينما قالت بأن كل الناس عموما لا يستطيعون أن يكونوا بموهبة وأسلوب الكاتب الذي مهنته الكتابة، لكن على كل حال يمكن للشخص أن يطور من قدراته ليكون له أسلوب ولتكون له طريقة كتابة. ثم أنها ذكرت بأنه من أهم العراقيل التي تحول بين الشخص وبين تطوير قدراته في مجال التعبير الكتابي هي في الأساس عوامل نفسية، مثلا كأن يقال للتلميذ في الماضي بأن كتابتك ليست جيدة. إذن هذا يعني بمعنى آخر بأن الطفل عندما يقوم بعمل حتى ولو كان بسيطا فإذا وجد منا التشجيع والتقدير طبعا هذا سيعتبر حافزا له ويعزز طبعا الثقة في نفسه. فالفقرة إن شاء الله سنتطرق إلى السؤال الذي طرحته ميشيل لونغور. Alors que faire pour se débloquer? Alors que faire pour se débloquer? طبعا بلوكي يعني أنك تعيق، débloquer عكسه يعني أنك تزيل هذا العائق، يعني أنك تزيل كما لو نقول إعاقة. Alors que faire pour se débloquer? ماذا نفعل pour se débloquer من أجل أن نزيل العرقلة؟ Pour progresser. Pour progresser من أجل تقدم أو من أجل أن تتقدم أو من أجل أن تحرز تقدما il faut déjà se lancer. يجب أن تبدأ من قبل. il faut se lancer يجب أن تنطلق. طبعا le verbe lancer المقصود به أنك تطلق شيئا. le verbe lancer. le verbe lancer يعني أنك تطلق شيئا. se lancer يعني أنك تطلق نفسك، المقصود أنك تنطلق. il faut se lancer يجب أن تنطلق. il faut déjà se lancer يجب أن تكون من قبل تنطلق، بمعنى آخر يجب أن تكون قد انطلقت. إذن لكي نتكلم عن التقدم يجب أن تكون أولا قد انطلقت في الكتابة، بمعنى آخر من أجل أن نتحدث عن إحراز تقدم يجب أن تكون قد كتبت شيئا. ثم بعد هذا ننظر هل ما كتبته هو في الاتجاه الصحيح أو في بعض الأخطاء. إذن هنا نتكلم عن لكي نتحدث عن التقدم وإحراز التقدم يجب أولا أن تكون على الأقل كتبت شيئا. إذن هذا في الأساس. ثم ننظر بعد هذا في فحوى الكتابة وفي أسلوب الكتابة إلى ما غير ذلك. pour progresser من أجل التقدم أو إحراز التقدم il faut déjà se lancer يجب أن تكون قد بدأت من قبل. بعدها نتحدث عن التقدم أو إحراز التقدم. c'est-à-dire commencer par écrire davantage يعني أنك تبدأ بكتابة زيادة بزيادة. c'est-à-dire commencer par écrire davantage بما معناه أنك تكتب زيادة، تكتب زيادة فزيادة، هذا هو المقصود. إذا لغة فليكس تيبيك نتكلم عن رد الفعل النموذجي، لو ريفلكس، لو ريفلكس تيبيك. إذا نتكلم عن رد الفعل النموذجي طبعا أنك تنظر أشياء على الواقع ثم يكون لك رد فعل أو يكون لك كما نقول تفكير، أو يكون لك تفكيرا ما أو شعورا ما يعني حسب ما ترى. إذا نتكلم عن لو ريفلكس، هنا نتكلم عن لو ريفلكس تيبيك. طبعا الإنسان هو في حد الوضعية، إذن من المفترض ممكن أنه يخاف، ممكن أنه يفرح، ممكن أنه يحس بإحساس ما. إذن لو ريفلكس تيبيك، إذن كما نتكلم عن الرد الفعل المثالي أو النموذجي دو سلوي كي ني با أليز، للذي هو ليس في راحة. إذن هنا نتحدث عن وضعية شخص أمام الورقة، أمام الورقة سواء كان في امتحان أو في غير امتحان. إذا نتكلم عن وضعية إنسان أمام ورقة ممكن أنه يحس بشعور ما بوجوده في هذه الوضعية. لو ريفلكس تيبيك
إذن الرد الفعل المثالي أو النموذجي دو سلوي كني با أليز للذي هو ليس في راحة، للذي يحس بضيق بمعنى آخر. إيفيتي لوبستاكل هو أن يزيح لوبستاكل، لوبستاكل يعني العائق. إذن هذا الشخص كتصرف منه نموذجي، أول خطوة منه هو أن يزيح هاد العائق. alors qu'il faut plonger، في حين عليه أن يغوص، في حين أنه ملزم بالغوص. إذن أنت مثلا في امتحان أمامك ورقة وأنت ملزم بأن تغوص، المقصود بأنك ملزم بأن تكتب وبأن تجيب. إذن أول خطوة عليك أن تخطوها، إذن أول خطوة عليك أن تفعلها هي أن تزيح العائق. طبعا نتكلم عن العائق النفسي، لو ريفلكس تيبيك دو سيلوي كي ني با اليز ايديفيتي لوبستاكل الوغ كيل فو بلونجي. إذن الرد الفعل المثالي أو التفكير المثالي إلى آخره أو النموذجي للذي يجد نفسه غير مرتاح أو أنه في غير راحة، ايديفيتي لوبستاكل هو أن يزيح العائق. الوغ كيل فو بلونجي يزيح العائق وهو يرى نفسه بأنه ملزم بأن يغوص. Par exemple, كمثال، si vous n'arrivez pas à commencer un texte، par exemple, كمثال، si vous n'arrivez pas à commencer un texte، إذا أنت لم تصل إلى بداية نص، المقصود بأنك لم تستطيع أن تبدأ في الكتابة، طبعا في كتابة نص، إذا si vous n'arrivez pas à commencer un texte، إذا أنت لم تصل، المقصود أنك لم تستطع à commencer un texte، ان تبدا نصا، يعني انك لم تستطع الكتابه، يعني انك لم تستطع بعد البدايه في الكتابه. essaye de vous mettre à écrire، اذا حاول ان تضع نفسك à écrire في الكتابه. essaye يعني حاول، c'est le verbe essayer يعني فيها الحاوله. essaye de vous mettre، حاول ان تجعل نفسك à écrire في الكتابه، يعني حاول أن تجعل نفسك تكتب. tout ce qui vous vient à l'esprit، كل الذي يأتيك في الذهن. حاول أن تبدأ تكتب كل الذي يأتيك في الذهن. essayez de vous mettre à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit، إذن حاول أن تجعل نفسك في الكتابة. كتابة ماذا؟ كتابة كل ما يأتيك إلى الذهن، même si cela n'a aucun rapport avec votre sujet، حتى لو أن هذا ليس له علاقة بموضوعك. إذن حاول أن تكتب أي شيء يأتيك إلى الذهن، مثلا على ورقة وساخ. إذن حاول أن تكتب كل ما يأتيك إلى ذهنك، حتى ولو أن هذا الذي تكتبه ليست له علاقة بالموضوع. le réflexe typique de celui qui n'est pas à l'aise et d'éviter l'obstacle alors qu'il faut plonger. Par exemple, si vous n'arrivez pas à commencer un texte, essayez de vous mettre à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, même si cela n'a aucun rapport avec votre sujet. إذن حتى ولو أن هذا المقصود، هذا الذي تكتبه n'a aucun rapport، ليس له أي علاقة avec votre sujet، بموضوعك. هنا عندنا مع موضوعك، المقصود بموضوعك. que vous écriviez au stylo ou sur un clavier، إذن كما نقول بأن تكتب بالقلم أو على لوحة المفاتيح، هنا طبعا المقصود سواء تكتبون بالقلم أو على لوحة المفاتيح. نقول مثلا que vous soyez riche ou pauvre، سواء كنت غنيا أو فقيرا. ثم نكمل الكلام que vous soyez riche ou pauvre، سواء كنت غنيا أو فقيرا. que vous écriviez au stylo ou sur un clavier، سواء كنتم تكتبون بالقلم أو على لوحة المفاتيح. vous verrez que cela libère la pensée، vous verrez يعني أنكم سترون، عندنا le verbe voir au futur simple، عندنا le verbe voir au futur simple. vous verrez، نقول مثلا on verra يعني أننا سنرى. vous verrez que cela libère la pensée، vous verrez que cela libère la pensée et favorise l'arrivée des mots et les phrases un peu comme si l'on ouvrait un robinet.
Vous verrez que cela libère la pensée. إذا سترون بأن هذا يحرر الفكر et favorise l'arrivée des mots et des phrases. Vous verrez que cela libère la pensée et favorise l'arrivée des mots et des phrases. سترون بأن هذا يحرر الفكر et favorise l'arrivée des mots et des phrases. ثم يعزز وصول الكلمات والجمل. Un peu comme si l'on ouvrait un robinet. قليلا مثل. يعني أنه تقريبا مثل. هذا هو المقصود. Un peu comme si l'on ouvrait un robinet. يعني أن هذا يشبه تقريبا كما لو أننا نفتح صنبورا. Vous pouvez alors revenir à votre sujet et effacer le début. إذا يمكنكم vous pouvez يمكنكم أو تستطيعون alors حينئذ revenir à votre sujet. Revenir à votre sujet. يمكنك حينئذ أن تعود إلى موضوعك et effacer le début. ثم أنك تمسح البداية. Vous pouvez alors revenir à votre sujet et effacer le début. يمكنكم حينئذ أن تعودوا إلى موضوعكم وأن تمسحوا وأن تحذفوا البداية. إذن هذا يعني بأن الكتابة التي بدأنا بها هي فقط من أجل تحرير الفكر، من أجل أن نخرج من العرقلة النفسية كما نقول. إذن هذا يعني بأن الكتابة التي بدأنا بها هي فقط من أجل أن نأخذ نفسا جديدا أو من أجل الخروج من العرقلة النفسية التي قد نتواجد بها. طبعا سنكتب كل ما يأتي إلى أذهاننا لكن في محاولة عن التنقيب عن الموضوع كما نقول، كما لو أننا نحوم حول الموضوع حتى نجد نفسنا في الموضوع. نكتب أولا الأفكار، الجمال، العبارات، ولكن في محاولة للتقرب من الموضوع حتى نجد نفسنا وسط الموضوع، ثم طبعا نحذف ما كتبناه أولا. إذن هذه طريقة البداية في الكتابة ومن أجل الخروج من مرحلة العرقلة التي قد نتواجد فيها. هنا تحضرني يعني قصة عشتها في سنة 1997، يعني كان آخر عام لي في الكلية. يعني كنت أنا وأحد الأصدقاء الذي عرفته طبعا في الدراسة، وكنا الاثنين قد اتفقنا على المراجعة جماعة. طبعا هذه الطريقة كانت مفيدة جدا، لأن أغلب المواد التي كانت عندنا بالفرنسية كان كل واحد منا يبادر إلى شرح فقرة أو فقرتين إلى غير ذلك من كل هذه المواد. ثم أن هذه الممارسة طبعا جعلت كل منا وهو يشرح للآخر جعلت المعلومات تلتصق عنده أكثر، جعلت العبارات والأفكار تتوطد أكثر. طبعا هذه الطريقة هي من الطرق التي اختبرتها شخصيا وكانت لها فائدة كبيرة. أن يكون هناك شخصان طبعا كل منهما يشرح للآخر درسا ما أو فقرة ما، إذن هذا يجعل الشخص الذي يشرح أنه يفهم أكثر ويتلقى أكثر. وأنا أنصح بها طبعا من أجل توطيد المعلومات والأفكار. هذه الطريقة كنا نمارسها نحن الاثنان، وأتذكر جيدا مادة من المواد التي كان فيها بعض الشبه من حيث الفقرات التي تتضمنها. طبعا هذه المادة هي مادة الماركتين، كانت هذه المادة هي مادة الماركتين أو التسويق. كنا نحن الاثنان أيضا نراجعها جماعة، وكل منا يشرح فقرة أو فقرتين إلى آخره للآخر، ثم يعيد الآخر التكرار، وهكذا حتى تترسخ هذه الأفكار والجمل والعبارات إلى آخره في الأذهان. هذه الطريقة كما قلت أنها كانت مفيدة جدا. ذات مرة كنا نراجع مادة الماركتين كالعادة وكبقية المواد، هذا الصديق قال لي بأنني سأقوم وأراجع هذه الفقرة لوحدي. أنا أتذكر جيدا بأن هذه الفقرة كانت تشبه إلى حد ما فقرة أخرى، كانت تشبه إلى حد ما فقرة أخرى، وكانت تحتاج الفقرتين لبعض التركيز للتفريق بينهما، للتمييز بينهما. نجحنا في الاختبارات الكتابية وبقية الاختبارات الشفوية. طبعا هذه المادة كانت من بين المواد الشفوية، وفي يوم الامتحان عادة في المواد الشفوية أن الطالب يجلس أمام الأستاذ ويسأله شفهيا، لكن في بعض الحالات الأخرى عند بعض الأساتذة الآخرين كما في مادة الماركتين هذه، الأستاذ يفضل أن يجعل من هذه المادة الشفوية مادة كتابية،
يعني أنه يدخل مثلا مجموعة من الطلبة يطرح عليهم سؤال ثم يجيب كتابة، لأن عدد الطلبة كبير. طبعا في حالة مادة الماركتين لازلت أتذكر بأن الأستاذ كان يدخل 40 طالبا في كل امتحان، كان يدخل 40 طالبة ثم يطرح سؤال. طبعا عندما دخلنا في حالتنا هنا الأستاذ كان يعطي دقيقتين في الامتحان كمدة للامتحان، يطرح سؤال تجيب على السؤال في مدة دقيقتين. الذي حدث عندما دخلت أنا وصديقي في فوج يتكون من 40 طالبة، طرح سؤالا حول نفس الفقرة التي قال لي صديقي بأنه سيراجعها لوحده. طبعا أنا كنت قد ركزت على الفقرتين جيدا وعرفت التمييز بينهما، أما صديقي هذا طبعا اختلطت عليه الأمور، وكلما مرت ثواني معدودة إلا ويزداد ضيقا وحرجا. هذا جعله يقع في عرقلة نفسية كبيرة من النوع الذي نتحدث عنه هنا. طبعا كلما مرت 20 ثانية 30 ثانية دقيقة إلا ويزداد ضيقا، خاصة وأن الأستاذ ظهر بموقف حازم ونحن عهدناه طول السنة أنه يعطي النكتة وكان ضحوكا، لكن عند الامتحان قال لنا بحزم وبالحرف، طول السنة كان يتكلم الفرنسية طبعا ولأول مرة طبعا رأيته يتكلم الدارجة، قال لنا أنا وحدي هنا وليس هناك من يساعدني في المراقبة، لذلك لن أقول لكم بأن كل شخص أخذ من صديقه قلما سأعطيه صفرا، بل أقول لكم بأنه من يلتفت منكم ولو التفات بسيطة سيأخذ صفرا. صديقنا طبعا في ظل هذه الوضعية أنه أحس بدوار وبلخبطة، واختلطت أفكاره طبعا ككل شخص لا يعرف البداية تحت ضغط زمني شديد كما نلاحظ، نتكلم عن دقيقتين. طبعا الأستاذ قال لنا بأنه لا يرغب في أن نكتب له الفقرة ككل، بل أن نكتب له النقط فقط. طبعا الطالب الذي يضبط المادة بشكل جيد أكيد سيجيب عن هذه النقط في دقيقة، لكن ما ذنب طالب أنه يضبط كل المادة إلا هذه الفقرة مثلا؟ صديقنا لم يكتب شيئا، ورغم أنه استعطف الأستاذ لأنه يعرف المادة وبأن فرصة التفكير لم تتح له، أنه لم يكتب شيئا بسبب بأنه لم يكن هناك وقت حتى يفكر ويميز، لكن الأستاذ طبعا رفض. طبعا صديقنا هذا لم ينل شهادته ولم يتسلم دبلومه بسبب هذه الدقيقتين، مع أن الامتحانات في بقية المواد كانت جيدة. هنا طبعا كيف لصديقنا أن يطبق ما تقوله الكاتبة هنا بأنه يكتب كلمات وجمل وعبارات في انتظار أن يدخل إلى صلب الموضوع؟ طبعا هذا لا يمكن، وتكاد تكون هذه الحالة حالة خاصة. طبعا هناك أساتذة آخرين يعطوك على الأقل خيارات، يمكنك أن تجيب على السؤال الأول أو الثاني. صديقي هذا قال لي بأنه لن يعود إلى الكلية، إذا نتكلمون عن حالة إحباط كبيرة. طبعا أنا رجوته وطلبت منه أن يتحمل وأن يعيد السنة لأنه يضبط كل المواد، وبأن السنة لن تكلفه جهدا بل ستكلفه فقط الوقت. طبعا لم أدري بعدها هل عاد أم لم يعود. ما تتطرق له الكاتبة هنا صحيح جدا في حالة ما إذا تحدثنا عن موضوعات مفتوحة شيئا ما، تعتمد على قدرات الشخص في الطرح وفي التحليل وفي الأسلوب إلى آخره، ولن نتكلم بشكل أكبر عن المواد التي تعتمد الحفظ. نستأنف مع هذا الموضوع في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.